شوية معلومات عامة كده في السريع في الأول عشان نترجم مع بعض الكلام اللي أنا عايز أقوله. عدد الدول الإسلامية 57 دولة على مساحة 32 مليون كيلو متر مربع، وعايش فيهم مليار و800 مليون بني آدم. في الدول العربية بس 377 مليون بني آدم بيتكلموا نفس اللغة وبيتشاركوا نفس الأرض والعرض. قصادهم الناحية التانية 6 مليون بس، يعني العرب بس مش المسلمين كلهم اكتر ب 60 ضعف، والمسلمين كلهم اكتر ب 300 ضعف. يعني لو عطسنا بس كلنا في وقت واحد هيغرقوا في البلغه. لكن دي المهمه بقى، لان لو قعدت من هنا لبكره بقنعك من بين كل السيناريوهات المنطقيه والخزعبليه اللي ممكن تحصل لو السته دول دخلوا خناقه مع 377، فعمري ما هقدر اوصل لخيالك الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي. والله محتاجه كتاب سيناريوهات خيال علمي وفانتازي عشان يفسروا لنا باكتر المجنونة اللي ممكن تخطر على خيال البشر، ازاي الستة دول مقدرين ال 377 في اغلى ما يملكوا في العرض والارض والشرف؟ ازاي من بين ملايين الاحتمالات المنطقية اللي ممكن تحصل في خناقة زي دي الواقع يكون بالخيال ده؟ على فكرة لو قعدت تحلل طبعا هتوصل لاجابات كتير منطقية واسباب وصلتنا للشكل اللطيف اللي عايشينه ده، بس انا مش جاي عشان اتكلم في اللي فات واقعد انظر واقول اصل لو كنا عملنا واصل حالنا واصل الستة دول مش بيمثلوا نفسهم بس ده وراهم كذا وكذا. فسيبنا من اللي فات وخلينا في اللي جاي. انا كواحد لقيت نفسي في الشكل الشيك ده اللي مفيش كائن حي يقبله على نفسه، مش بتكلم بقى مسلم ولا مسيحي ولا انسان ولا حيوان حتى. الظلم اللي حصل ما يتقبلش على الحيوان قبل الانسان حتى. واحد بيقول لك ايوه انا بسرق، لان احنا كحرامية لو انا ما سرقتكش يعني اسيب غيري يجي يسرقك ليه؟ وانا كحرامي يقولوا عليا ايه يعني ما بعرفش اسرق؟ لا، وفخور قوي وبيقنعك انه بيتكلم بالمنطق. انا بقى كشخص مش راضي باللطافة دي ولقيت نفسي متداس على وشي بالجزمة. ممكن اعمل ايه يغير الواقع ده اللي كل ما اسأل حد يقول يا ابني ما باليد حيلة؟ وهنا بقى انا عندي تعقيب بسيط اتمنى تسمعني فيه حتى لو مقتنع ان ما باليد حيلة، لان انا مقتنع ان العقل لسه فيه الف حيلة وحيلة، وده اللي هتكلم فيه وهي الخطوات الحقيقية اللي تغير الواقع ده. فركز معايا. رقم واحد، لا تستغيثوا بمن لا يستغاث به. وسط الظلم والقهر والموت تلاقي اللي بيستنجد بالمجتمع الدولي وحقوق الانسان، عامل زي اللي بيلعب صلح واقف وراه واحد بس، وكل لما يرزعه على قفاه يلف ويقول له شفت انا في حد ضربني على قفاه، فاللي ضربه يندهش ويقول له مش ممكن خلاص لف وانا وراك اهو مش هخلي حد يعمل كده تاني، وبمجرد ما يلف يقوم رزعه كف انقح من اللي قبله. فالراجل يعني يلف ويقول له ابوس ايدك قفايا مش قادر، فاللي ضربه يقول له سبحان الله انا سمعت صوت طرقعه فعلا، لف كده وانا هشوف لك مين. وعلى الحال ده يا معلم داخلين على 100 سنه. فلا تستغيثوا بمن لا يستغاث به. رقم 2، لو انت داخل خناقه مع حد ووقعت على الارض ومداس على وشك بالجزمه ومش عارف تقوم، واللي داس على وشك اما طلع موبايله وكتب بوست على الفيسبوك عشان يستفزك بيه. لو طلعت موبايلك وانت واقع على الارض عشان ترد على البوست ده حتى لو هتشتمه فده مثير للضحك والشفقه، لان اهم حاجه تقوم الاول وبعدين نتفاهم، وغير كده يعتبر اعتراف منك بالخساره وموافقه على التواصل معاه في الوضع الحالي. فاللطيف فخفخاي ده اللي شغال الايات واحاديث ده انا تجاهله تماما، لان سعادته لا توصف بكميه الرد عليه والتواصل معاه حتى لو بالشتيمة. احنا وصلنا انه دخل جوه كل بيت في حين ان شوية تجاهل كانوا هيخلوا ملوش وجود ولا لازمة اصلا. نقوم بس من على الارض الاول وبعدين نشوف مين فين. وعشان نقوم دي محتاجة الخطوة الاهم وهي رقم 3، وهي اننا نسترجل بجد. والله نسترجل، يعني امهاتنا وبناتنا نازلين يحاربوا بنفسهم واحنا لسه قاعدين وراهم بالنظر على بعض. يعني الاطفال بقوا بيموتوا في الحرب بالفعل واحنا لسه قاعدين نتخانق. شوف اصل هم اللي جابوا نفسهم، هو الهاشتاج ده يعني اللي هيلحقهم؟ شوف الشيوخ تجار الدين محدش فتح بقه، شوف اللعيب ده اللي ما تكلمش الخاين العميل، لا اصل المقاومه دي اصلا ارهابيين، لا بقى انتوا اللي ارهابيين. انتوا متخيلين وسط الحرب واحنا ماسكين في بعض؟ الفيسبوك شكله مفزع، مستلمين بعض شتايم وتنظير وخناقات وتصنيفات وتقسيمات. بجد يا شماتة العدوين فينا، حتى اللي بيدعي مش عاتقينه، ما احنا بقالنا سنين بندعي وما حصلش حاجه. احنا عايزين نروح نحارب، افتحوا لنا الحدود وادونا سلاح. طيب تخيل شكلنا اللي على الفيسبوك ده لو بقى في الشارع ومعانا سلاح. واحد بيقول لي هنبقى مخلصين على بعض من قبل ما نوصل الحدود اساسا، ده من رحمه وحكمه ربنا ان ده ما يحصلش قبل ما نتوحد بجد ويبقى قلبنا كلنا واحد. ساعتها والله ما محتاجه حرب، دول سته. القصه مش قصه حرب خالص، القصه ان ال 377 شداد قوي على بعض. ويقول لك هو ليه ربنا مش بينصرنا؟ مش المفروض ربنا بينصر الحق؟ ايوه اديك قلتها اهو، ربنا بينصر الحق. هو فين بقى الحق ده عشان ربنا ينصره؟ ناس في عز الحرب واطفالهم بيموتوا ومش عارفين نتوحد، اما لو انتصرنا في الحرب دي هنعمل ايه؟ هنقلب زومبي؟ نسترجل وننسى الخلاف ونقبل بعض. محمد رمضان طلع وقال انا هتبرع بارباح الكليب اللي جاي ده للهلال الاحمر الفلسطيني. لا يا معلم، ان الله طيب لا يقبل الا طيب. يا عمي هو انت شايفه الشيخ الشعراوي بيتبرع؟ شجعه واشكره وشكر جواه حتى لو طلع من وسط عك كتير، حتى لو بيعمل بيه شو، بعدين ننصحه. بس دلوقتي نتوحد، فاللي يشوفنا يقول كلهم
واحد، محمد هنيدي طلع وكتب وتضامن مع القضية، نشكره ونشجعه ونفرح. ليه يتشتم ويتقال له انت بتتاجر بالقضية؟ شوف، اللي كتب اتشتم وبيتاجر بالقضية، واللي ما كتبش اتشتم وخاين وعميل. كنت عمال وانا بفكر في حل عملي، كتبت آية على صفحتي، آية من اكتر الآيات اللي بتثبت المؤمنين في الحروب والمواقف الصعبة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. آية بتثبت القلوب وبتمسح عليها في الموقف الصعب ده. قرآن ما يختلفش عليه اتنين، ومش عايز اكتب اي كلمة تزود الخلاف بين الناس في الوقت ده. واتصدمت بعدها اني بتشتم برضو مع اللي بتشتم. انت جبان وعمال تتكلم بالالغاز، اخص على الرجالة. جبان ايه يا ابني ومن ايه؟ احنا في مصر اكتر دولة عربية دعم للشعب الفلسطيني والغزة تحديدا، والازهر عندنا اول ما نتكلم على مستوى العالم كله، والخارجية المصرية اول حكومة اتكلمت بمنتهى الوضوح، مستشفيات سيناء كلها مفتوحة للمصابين من غزة في اكبر موقف مشرف للدول العربية. وطبيعي جدا انها عشان مصر فشايفين ان ده مش كفاية ودايما مستنيين منها اكتر. بس حتى لو حصل اكتر، يمكن يكون مش معلن عنه، يمكن يكون في حسابات تانية ما نعرفهاش. اللي عايز اقوله ان الكلام في القضية الفلسطينية عندنا في مصر او في اي بلد عربي مش محتاجة شجاعة او حد قلبه ميت، ده الطبيعي العادي. الممثلين كلهم اتكلموا، الشعب كله اتكلم، والحكومة اتكلمت. فلو لقيت حد ما اتكلمش، ده مش معناه انه جبان وخايف، يمكن عنده طريقة تانية للدعم، يمكن طول الليل ما بيبطلش دعاء، يمكن فلوسه كلها رايحة للهلال الاحمر الفلسطيني. ما نعلقش بقى احنا المشانق لبعض، قادر تدعم بهاشتاج وتتكلم على النت وتنشر القضية كتر خير. على الاقل بنعرف بعض اننا لسه موجودين ومع بعض. على الاقل اللي بيحاربوا لما بيرجعوا بيلاقونا كلنا مش بنتكلم عن اي حاجة غيرهم وعن بطولتهم وعن فخرنا بيهم. ولو مش شايف ان ده حل برضه والنت بالنسبة لك ملوش لازمة برضه، كتر خيرك. قادر تتبرع عاش، مش قادر ولا يهمك. ادعي كتير ليل نهار وتعلم دينك واتكلم عنه وعلمه لغيرك، محدش ماسك. قرب الناس من بعض وحببهم في بعض، وركز في اختبارك، ما تشغلش بالك النصر امتى. دي سنة الله في الكون، وتلك الايام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. اختبار بسيط عشان ناس مننا عايشين وسطنا ليهم منزلة أعلى بكتير في الحياة الحقيقية في الآخرة. حاول بس تكون منهم. في الحرب بننسى الخلاف، المتدين مع العاصي، المسلم مع المسيحي، الغني مع الفقير، والقوي مع الضعيف. لو كلهم مع الحق ساعتها بس نكسب، إنما غير كده هتفضل مزبهل وانت شايف ستة طايحين في 377 بيقولوا إن ما باليد حيلة. سلام.